الغابات هم عندنا من المنطقه اللي وقفنا ويا سير محافظه دخل. اليوم انتقلنا من الايمن قسم مشاريع، يعني احنا ما نقدر نغطي المشاريع كثيرة جدا في مدينة الموصل. انتقلنا من الايمن على الايسر، زرنا مدخل مدينة الموصل باتجاه مدينة دهوك. العمل شفتوه مستمر وان شاء الله يؤتي اكله بعد شهرين او ثلاثة راح يكون كامل وجاهز. الان على الطريق اللي نسميه الكورنيش الممتد من نهاية الغابات من أبروي باتجاه مستشفى ابن سينا، هذا نريد نسويه يعني شارع كورنيش بمستوى راقي جدا متنفس لكل أهلنا وحتى للزائرين. راح نخلي به مضمار للمشي ومضمار أيضا للجري اللي يريد يمارس رياضة الجري، وراح يكون على ضفاف نهر دجلة. راح نحسن المقتربات بالنسبة للنهر دجلة، وجادين أنه يكون من أجمل شوارع العراق وليس فقط مدينة الموصل. نحن في أحدى شوارع ثورة الإعمار التي أطلق السيد محافظ ونقودها كبلدية الموصل في إعادة وتنظيم المدينة. اليوم نقف في هذا الشارع، هذا الشارع سيكون فيه تطوير كامل باتجاه مدخل مدينة الموصل باتجاه دهوك، هنالك مقاطع أخرى ضمن المرحلة القادمة. هذا الشارع سوف يكون نموذجي بكل ما يحتويه من خلال تغيير عمدة الإنارة بشكل جديد، وجود مضمار للركض، جلسات للمواطنين، عمليات التجهير. في نفس الوقت سوف يرتبط مع شارع الغابات الذي سيطلق تطويره خلال الأيام القادمة، ويرتبط مع شارع الجامعة حتى تقاطع جامعة. اليوم بلدية الموصل تقود حملة كبرى في إعادة تنظيم المدينة من ناحية الإعمار. نحن كما راهنا نتوقع أن تكون مدينة الموصل خلال الأشهر القادمة من أجمل وأفضل المدن العراقية.